إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كلنا يعلم أن الحياة مواقف، ابتلاء، اختبار، وجعل الله فيها المؤمن محطات للترقية والتحلية، محطات لكفارة الذنوب، وجعل فيها فرص لا تعد ولا تحصى. والذي خسر من فاته الأوان ولم يدرك ولم يعتبر ولم يتعب ولم يحسبها بالحساب الذي يجعله من أهل النجاة، لأن الإنسان بطبعه صاحب غفلة وينسى. بالأمس كنت أنظر إلى مشهد أفزعني وأقلقني، وأنا أشاهد إحدى محطات التلفزة العربية كان يعرض هناك برنامج قبل أن تحاسبوا، هكذا عنوان البرنامج، وتمام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وزنوها بالقسطاس المستقيم. فأتوا بامرأة قاربت 100 عام، امرأة عجوز نخرتها الأيام وأكلتها السنين، تحس بمعنى الحياة حينما تنظر إليها. رأسها من شدة الانحناء يطابق قدميها، إذا نطقت كأنها أجهدت بجهد من يصعد جبلا ثم ينزل، وكان الحاضرون يستنطقونها بأي شكل من الأشكال. استكشفوا أمرا هي لم تنطق به، أن ابنها عقها، ابنها الوحيد، هجرها من زمن طويل بأمر من زوجته. ما بقي لها، من بقي لها؟ سبحان الله، أرادوا أن يستفزونها كي تتحدث عن ابنه، فقالت عبارة واحدة: أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغلقها في وجهه. سبحان الله، ذكرتني بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين، أمي أبواي تقدما في السن، حملتهما على كتفي، ذهبت بهما إلى بيت الله الحرام، طفت بهما وأنا أحملهما على ظهري حول الكعبة، فعلت كذا فعلت كذا، أطعمتهما أسقيتهما فديتهما بروحي. يا عمر، هل وفيت حق والدي؟ وكان يتحدث عن أمه، فقال: لا والله يا فلان، أنت تحملها وتتمنى فناءها، موتها، وكانت تحملك وتتمنى حياتك. الفرق الكبير. هذه المرأة يسألونها في هذا العمر بهذا السن: ما الذي تتمنينه في حياتك؟ هي لا تنطق، لكنها لما سئلت سكتت ثم سكتت ثم نطقت. هذه العبارة تقدمتها صرخة بكاء ودموع تذرف، قالت: والله من هذه الحياة أتمنى فقط
من إنسان أن يتبرع لي وأن يأخذني لزيارة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمنية الوحيدة. فقلت يا سبحان الله، أمنية وحيدة، كم هو محمد عليه الصلاة والسلام حبيب على قلوب المؤمنين. محمد عليه الصلاة والسلام بوابتنا إلى عالم الآخرة، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله أن جعل محمدا قريبا إلينا في كل موطن. ما من صلاة نصليها إلا ونصلي على الحبيب. وأبخل الناس من إذا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قال عنه هذا أبخل الناس. عبد الله بن أنيس جالس بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان بيد رسول الله عود صغير، عصا صغيرة. الرجل ينظر ما الذي يأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في إلا العصا، قد مست خير جسد على وجه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عبد الله بن أنيس وقد علم أنه قد رغب في شيء يبقى ذكرى في حياته خصوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا عبد الله خذ هذه العصا واحتفظ بها، فإن أنت أتيتني بها يوم القيامة ضمنت لك الجنة. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد ضمن له الجنة إن هو حفظ الأمانة. يا أخوان هي مش عصا، مش قضية مادة، هو رمز إيماني. الذي يحمل العصا ويرغب الجنة لا يعصي، لأنه عاش لأجل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قربت الوفاة جمع الناس وقال لهم وصيتي الوحيدة في هذه الدنيا أن تجعلوا هذه العصا في قبري، فإذا ما بعثت يوم القيامة أخرج وأنا أمسك بها بقوة وأذهب إلى ساحة المحشر وأبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له يا رسول الله هذه الأمانة فاسأل الله لي ما وعدتني يوم القيامة. لا نحرم النظر إلى ربنا يوم القيامة إذا حجبنا أنفسنا عن شرع الله وعن أحكام الله، سيحجبنا الله عن النظر إليه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلى منزلة في الجنة ذلك الذي يسمح له أن يرى وجه الله في الغداء والعشاء كل يوم. انتقل للطرف الآخر، يوم يكشف عن ساحة الحشر فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود أيام زمان، كانوا يدعون إلى السجود مش معنى فقط الركوع والسجود في الصلاة، لا، السجود هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد سوادي لله، معناه أنني خضعت لله، خضعت لأوامر الله، خضعت لأحكام الله، خضعت لمحبوبات الله، خضعت لمراد الله، خضعت لكل ما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. تصور لما يأتي الإنسان من أهل الشقاء في ذلك الموقف، كيف يكون الحساب؟ كيف يكون السؤال؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أقواما، قال إذ تتساقط لحوم وجوههم خجلا من أعمالهم عند لقاء الله يوم القيامة. احسب أعمالك الآن، هذه يا أخوان إن غفرت سترت وإن لم تغفر كشفت. كم حالة أنت عشتها بحياتك لا سمح الله من زنا من شرب خمر من كذا ما حد شافك، لكن في واحد شافك هو المعني. احنا مش معنيين يا اخي، والله واحد زنا اكيد ندخلنا فيه. لو الزنا حلال لقلنا له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير،
لكن لأنزلها من الكبائر عند الله. مين المعني بالقضية؟ أنت وربك يا أخي، أنا مش معنيين. يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأله تعالى أن لا يخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نور وجوهنا يوم نلقاك برضاك يا ارحم الراحمين. اللهم متعنا بلقياك ونظر وجوهنا يوم نراك، واجمعنا بحبيبك ومصطفاك يا الله. اللهم نسألك يا الله، وانت خير مجيب، ان تتقبل توبتنا جميعا في هذه الساعه، ان تتقبل حوبتنا جميعا في هذه الساعه، ان تجعلنا عندك يا الله من المقبولين ومن المغفورين ومن المرحومين. اللهم اجعلنا من اهل الجنه، واذا ادخلتنا الجنه فانت الكريم يا الله، اجعلنا في الفردوس الاعلى، واذا جعلتنا في الفردوس الاعلى يا الله فاجعلنا بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. نعم المولى ونعم النصير، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.